اجتمع وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم في العاصمة السعودية الرياض، ناقشوا خلاله ملف التجاوزات الإيرانية وتدخلاته في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وذلك قبل يوم واحد من اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة لمتابعة تطورات الأزمة مع إيران. في البيان الختامي قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن دول الخليج ستعمل على منع حزب الله من الاستفادة من دول مجلس التعاون الخليجي في أي مجال، وفيما يخص الأزمة اليمنية قال الجبير إن الحل السياسي في اليمن يجب أن يكون مبنيا على المبادرة الخليجية. انضم لنا عبر الهاتف إذن دكتور صدق الفاضل عضو مجلس الشورى السعودي وأستاذ علوم سياسية. دكتور صدق، إذن دول مجلس التعاون الخليجي عقدت وزراء خارجية عقدوا اجتماعا، ربما التركيز الأكبر في البيان الختامي هو على حزب الله، وذلك بعد أيام فقط من تصنيف هذا الحزب كمنظمة إرهابية في دول مجلس التعاون الخليجي، وأيضا ربما هذه القرارات الأخيرة هي لربما كبح أذرع إيران في المنطقة. إلى أي مدى سيؤثر ذلك في تدخل إيران في شؤون دول الخليج وشؤون المنطقة؟ الواقع كما تفضلتم، البيان الختامي لمجلس وزراء الإعلام الخليجيين واضح ووضع يعني حدد ماذا تم اتخاذه من قبل هذا التكتل من إجراءات، وهي إجراءات جيدة ومشروعة وتهدف إلى وقف هذا الاختراق الإعلامي الباطل في الواقع دول مجلس التعاون الخليجي، وأيضا تهدف إلى منع كل وسائل الإعلام التي تروج للسياسات التوسعية العدوانية الإيرانية ولأذرعة ووسائل هذه السياسات، ومن ضمنها ومن أهمها ما يسمى بحزب الله. حزب الله كما نعرف ليس فقط منظمة عسكرية، وإنما لديه آلة إعلامية ضخمة، وهذه الآلة الإعلامية كثيرا ما تشوه الحقائق، ولذلك يعني تم اتخاذ اللازم نحو هذه الآلة الإعلامية بمنع الجهات أو الأدوات التي تنتمي إليها أو تنتمي إلى الإيديولوجية الفاسدة في الواقع لحزب الله، ومحاصرة هذه الأجهزة حتى لا تستمر في ترويج الأكاذيب والإشاعات المغرضة التي تستهدف أمن وسلام المنطقة بصفة عامة ومنطقة دول الخليج العربية. طيب دكتور، التدخل الإيراني المستمر في شؤون المنطقة إلى أي مدى سيجعل إيران تخسر أكثر؟ كيف سيؤثر ربما على علاقاتها الاقتصادية التي تحاول الانتعاش بعد رفع العقوبات؟ بالتالي كيف سيؤثر على الشعب الإيراني؟ لا شك أن طبعا الغرب رفع المقاطعة عن إيران، ولكن استمرار إيران في السياسات التوسعية العدوانية جعل إيرانها خاصة العرب يعني يحاولون مقاطعتها أيضا، بسبب أنهم يتأثروا ويتضرروا من هذه السياسات، وهذا في الواقع أثر على الاقتصاد الإيراني وعلى يعني السياسة الإيرانية بشكل كبير. إيران الآن تعيش في عزلة سياسية واقتصادية، وهذه العزلة لا شك تؤثر عليها بالسلب وتؤثر على اقتصادها حتى مع رفع العقوبات الغربية عن إيران، بمعنى أنه العقوبات الغربية صح أنها ساعدت في ازدهار الاقتصاد الإيراني نوعا ما، ولكن المقاطعة الخليجية لها تأثير أكبر باعتبار الجوار وباعتبار المصالح التي كانت مشتركة فيما بين إيران ودول الخليج العربية. فهذه المصالح في الواقع تضررت، والمتضرر الأكبر من هذه العزلة وهذه المقاطعة هو الجانب الإيراني. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا الدكتور صدق الفاضل عضو مجلس الشورى السعودي وأستاذ العلوم السياسية، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من جدة.